حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نبض اللجان. ضيفنا لهذا الأسبوع مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الحميدي السبيعي. حياك الله ويانا أبو بدر. يا هلا مرحبا فيك. الله يحفظك. راح نكمل حوار إن شاء الله، ولكن بعد مشاهدة حصاد اللجان البرلمانية. مشاهدينا الكرام، نتابع معا حصاد اللجان البرلمانية ومن ثم لنعود من جديد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، واجدد الترحيب بضيفي وضيفكم النائب الحميدي السبيعي مقرر لجنه حقوق الانسان البرلمانيه. ابو بدر حياك الله ويانا من جديد. يا هلا ومرحبا. توصف اللجان البرلمانيه دائما بانها يعني مطبخ القوانين او مطبخ المجلس كذلك لاصدار القوانين والتشريعات ورفعها الى الجلسه العامه في مجلس الامه، وانت شاركت ايضا في اكثر من لجنه خلال ادوار انعقاد الماضيه، الا انك اثرت خلال هذا الدور انعقاد الحالي انك تشارك في لجنه واحده فقط اللي عرفنا فيها في بدايه اللقاء، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية. السبب في ذلك، يعني لماذا هذا العزوف إذا صح التعبير؟ أكثر من سبب. السبب الأول أنه كان في صراع على اللجان، صراع نيابي على عضوية اللجان وتكالب عليها، وبالتالي كان هناك يعني يؤدي إلى تعطيل عمل اللجان. فقلت أنا لن أكون يعني شاهد على في دخولي في لجان قد لا تؤدي إلى تحقيق نتائج مرجوة. هذا واحد من اللجان اللي طلعت من عنده. الشيء الثاني، اتضح لي انه هناك الكثير من القوانين المهمة موجودة داخل اللجان او انجزت من داخل اللجان، لكن البرلمان ايضا ما انجزها كتصويت عليها. ورأيت انه في لجان مهمة او اقتراحات مهمة يفترض انها تروح لمكانها الاصلي، يعني كل القوانين كل الاقتراحات تروح التشريعية سواء طيب. كانت إحالة أو أصلية. نعم. لكن مطبخها وين؟ لجنتها المختصة. وبالتالي في عندي قوانين مهمة أنه أحتاج أني أدخل فيها وأقدم فيها عشان ننجزها من داخل مطبخها فيما يتعلق في حقوق الإنسان. وكانت في ذاك الوقت لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة مدموجة مع بعض. نعم. فكان هدفي أني أقدم شيء في قضايا المرأة وأقدم شيء في قضايا حقوق الإنسان في هذه اللجنة، وهذا مطبخها وهذا يعني اللي تطلع من عنده. فكان هذا السبب تسليط الضوء، لأنها كانت هي لجنتين في لجنة واحدة، فهذا السبب تسليط الضوء عليها في المرحلة كانت. يعني ترى أنها أقرب اللجان لك، يعني أو أنها هي اللي تحتاج يعني مزيد من تشريعات لذلك آثرت هذه اللجنة؟ أنا قلت لأنه في الكثير من الاقتراحات يفترض أنها تطلع من اللجنة هذه في الوقت الحالي، وأخذت وقتها وأخذت حقها. طيب. فبالتالي دشينا بهاللجنة على هالأساس كله. طيب. الآن عندنا عمل دؤوب داخل لجنة حقوق الإنسان، انفصلت قبل أسبوعين لجنة المرأة عن لجنة حقوق الإنسان، لكن كملنا في لجنة حقوق الإنسان. عندنا الاقتراحات كثيرة وعندنا أفكار كثيرة ونقدر نحاول نطلعها في دور في حتى يمكن الشهرين القادمين. هذه رفعتوا شيء لمجلس الأمة بالنسبة لهذه الأمور؟ يعني قدمنا الحقوق المدنية للمقيمين بصورة غير مشروعة، لما يسمى المقيمين بصورة غير مشروعة. أنا أعتقد أنه كان يحقق الحد الأدنى، لا هو ليس طموح كامل طبعا، لكن على الأقل يوفر الحد الأدنى لي والآن هو يعني بانتظار دوره في مجلس الأمة، في طلب استعجال عليه، ونتمنى إن شاء الله أننا نقرر في هذا الدور العقد إن شاء الله. كذلك ناقشتم في لجنة حقوق الإنسان موضوع الحقوق والتشريعات الصحية. شنو أبرز الحقوق والتشريعات، وهل هذا الموضوع له علاقة في حقوق المريض وأيضا حقوق الأطباء والأخطاء الطبية؟ إحنا اليوم قاعدين نبحث هذا الأمر، وعندنا وكيل الوزارة وعندنا الأصطاف كامل الوزارة، ولحد الحين ما يعني قاعدين نبحث في هذا الموضوع في هذا، لكن إن شاء الله راح تطلع حقوق يعني متوازية بين الحقوق والواجبات للمريض أو حتى للوزارة، وكيفية التعامل مع المعوقات. إحنا باجتماعاتنا معاهم مبدئية حسينا في نفس أنهم جادين في هذا الأمر وفي تقديم صورة زينة. نتمنى في النهاية اجتماعاتنا، يمكن اجتماعنا عندنا اليوم وعندنا اجتماع الأسبوع الجاي، يمكن نخلص هالمواضيع هذه. نتمنى نطلع باتفاق معاهم. احنا اللي شنو يهمنا؟ شنو؟ انه لما نطلع باقتراح للمجلس ان يكون موافقة عليه الحكومة اللي هي طرف في هذه القضية، وبالتالي اذا كان الصحة يفترض ان الموضوع يتعلق بالصحة، يفترض ان احنا نطلع والصحة موافقة على الرؤية اللي بيننا. وبالتالي احنا الحين قاعدين مشاورات، المادة هذه نعدل، المادة هذه نضيف، المادة هذه، بحيث ان نطلع باقتراح توافقي، بحيث انه ما ياخذ وقت داخل المجلس. لكن دائما تطلع اقتراحات من المجلس او من اللجان الحكومة تكون مو موافقة عليها، وبالتالي تظل حبيسة الادراج ولا راح يجيها حتى دور، واذا جاها الدور الحكومة تسقطها بما لها من اغلبية. لذلك احنا كنا لا، خلنا نطلع بشيء فيه توافق. طيب، وقاعد تشوف في توافق يعني خلال المرحلة الحالية خصوصا هذا القانون، في توافق من الحكومة؟ الحكومة قاعد تاخذ وتعطي ولا في رفض يعني لهذا؟ في الامور الصحية في توافق غالبا، يعني اكثر النقاط اللي بيننا في توافق، لان
شغلة إنسانية ومهنية وطبية ما حد يقدر يزايد عليها، لا فيها تكسبات ولا فيها أي شيء، وبالتالي هذه من أسهل المواضيع اللي افترض أن احنا نطلع فيها في توافق في هذا الأمر. نعم، أيضا التقيتم رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان وطالبت اللجنة بتفعيل دور الديوان، شنو صار على هذا الموضوع؟ شنو بالضبط البنود اللي تبون تفعلونها بالديوان؟ طلبنا منهم أنهم يحطون الخطة كاملة. نعم. أنتم شنو دوركم؟ شنو ممكن تقدمون؟ شنو دوركم بقضايا حقوق الإنسان الدولية والمحلية؟ حتى تكلمنا حتى في الهيكل التنظيمي مالهم، مال الديوان، إيه في الهيكل التنظيمي مال حقوق الإنسان، إيه وقدموا لنا ورقة عمل في هذا الأمر. بعدين راح نقعد مع الجمعيات والهيئات تحت العلاقة، جمعيات المهنية الأهلية في هذا الأمر في حقوق الإنسان، ونسمع منهم، وبعدين راح يكون في اجتماع آخر لهم كلهم مع بعض ونسمع ونطلع فيها تقرير كامل في هذا الموضوع. طيب وبدر، مثل ما نعرف اللجنة عندها ما شاء الله خط ساخن، عندها بريد إلكتروني، عندها شنو الدور المنوط يعني بتشكيل لجنة لهذه الآليات لكي تصل الشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان، وكيف تتعاملون معها أيضا؟ شوف، في للأمانة في شكاوى توصلنا يعني، وفي نعرض في كل جلسة، وأحيانا مو بالجلسة، في الأيام العادية يعني مثلا الرئيس يقول هذه فيها شق قانوني، ابحثها من ناحية قانونية، هل هي من اختصاص اللجنة ولا مش من اختصاص اللجنة؟ نعم، فكانت فنعمل فلترة، في شكاوي لا من اختصاص اللجنة، اختصاص أصيل، في شكاوي من اختصاص لجنة شكاوي مش من اختصاص حقوق الإنسان، ممكن توصلكم تحيلونها، اي ممكن نحيلها زين، او ممكن احنا نبلغه شنو يبي نبلغه، ممكن احنا نحيلها ويتابعه هو هناك، لكن وفي شكاوي بينهم. وفي شكاوي مو اختصاص لا باي لجنة من اللجان، لانها من اختصاص قضائي يعني ذات طبيعة قضائية يعني منظورة بالمحكمة، اها تكون منظورة اي مثلا حضانة ما حضانة والسوالف اكثر، هذه ابي بنتي وابي ولدي وانا كويتي مو كويتي، هذه ذات طبيعة خاصة اسرية، توصلكم انواع من هذا، توصلنا يعني يقول لك انا بنتي ما انا قادر اطلع لها جواز والحضانة باسم الاب يعني او باسم الام والاب مو قادر او مو قادر اشوف اطفالي، هذه قضايا شخصية اختصاص قضائي يعني. اي فاحنا نفرزها نفرزها في قضايا شخصية، قضايا مواضيع قضائية هذا نحيلها للقاضي، نقول هذه منظورة في القضاء، اللي متعلق بلجنة الشكاوي نحيلها لجنة الشكاوي، نبلغ الشخص أن يتابع من لجنة الشكاوي، واللي يبقى عندنا احنا نقوم في عملنا فيها وننظر في عملنا، إذا كان متعلق بالداخلية نراسل الداخلية عن الحالة هذه ونقول عطنا رد على الحالة هذه، يوصلنا ردود فيها، إذا فيها تقصير فعلا يقومون يكملونها في تعاون من الحكومة، في تعاون، يمكن الدكتور الدمخي يمكن قبل فترة كان حتى راح في الجهاز المركزي لمعالجة معاه أكثر من حالة وعرضوه عليه وكذا وتوصلوا إلى حلول فيها، فهذا ماشي بطريق زين ترى يعني، والحمد لله قاعدين ننجز فيه يعني بشيء كبير يعني، طبعا هذا غير معلن ولا ينزل بالتقارير لأنها شكاوى فردية يعني من أشخاص معين، لكن حنا دورنا الأساسي أيضا هو تلقي حل المشكلات العامة في هذا الأمر يعني، لما يجينا واحد عنده مشاكل في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة احنا لازم نحل المشكلة كاملة أصلا عشان تنحل باقي الناس، في ناس وصلوا لك بس في ناس ما يقدرون يوصلوا لك أو يعتقدون أنك ما راح تقدم لهم شيء، وبالتالي لازم تكون حل جذري لهذه المشاكل. نعم، طيب الآن اللي أعرفه يعني أعتقد أن في يعني بعض التقارب في الاختصاصات ما بين شكاوى العرائض وحقوق الإنسان، يعني تقارب بسيط مثل ما قلت تحيلونها إلى الشكاوى العرائض ما يختص بالشكاوى العرائض، الآن اللي منظور في القضاء ما تنظرونه؟ لأن شكاوى العرائض أي شيء منظور في القضاء ما ينظرونه، أنتوا كذلك نفس العملية ما هو منظور إذا في القضاء؟ إذا إحنا ما طبيعة تدخلنا ما يأثر على القضاء عادي نتدخل، لكن إذا يتعارض أو مثلا ما أقدر أتدخل لأن أعرف شنو صار الحكم ما أقدر أتدخل في هذا الأمر. نعم، راح نكمل حوار إن شاء الله أبو بدر لكن بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. نائب الحميدي السبيعي أبو بدر، قانون الحقوق المدنية يعني صار بعض الحديث خلال الفترة الماضية عن هذا القانون، نبي نعرف بما أنك عضو أو مقرر لجنة حقوق الإنسان، شنو فحوى هذا القانون؟ شنو بالضبط؟ لماذا هذه يعني هذا الحديث اللي صار حول هذا القانون للمقيمين بصورة غير قانونية؟ يعني أنا تبي على المستوى الشخصي أنا أقول لك حتى القانون هذا ما يلبي الطموحات. لا ما يلبي الطموحات كاملة، هذا الحد الأدنى، وحتى القانون هذا لازم نعدل فيه فقرة يعني في الجلسة، يعني في فقرة معينة لازم نعدلها في الجلسة، لكن بس متفائل بإقراره يعني الهجمة اللي صارت عليه مو طبيعية
وكلها مو صحيح يعني الكلام. شلون مو صحيح؟ انا اقول لك يعني الكلام اللي انقال مو موجود بالتقرير. شنو الكلام اللي انقال وشنو اللي موجود بالتقرير؟ مثلا قيل انه اي واحد يجي يدعي انه بدون غصب عنه نسجل بدون، مو صحيح الكلام هذا. منين جبت الكلام هذا؟ المشكله يطلعوا لي ناس يقول لك انا مستشار وانا كذا، مو صحيح الكلام هذا، مو موجود. شلون مو صحيح؟ والله ليش؟ لانه والله هذا اقتراح قدمه عسكر او اقتراح قدمه فلان ولا قدمه فلان. زين في شيء اقتراحات احنا وصلنا، مو معقوله قايلين الكلام هذا بدون استناد على اي بند. ما قروا التقرير، ما قروه، هم قروا الاقتراحات، فهمتني؟ فبناء امل على الاقتراح. تقرير اللجنه يختلف عن الاقتراح، يعني قصدي غالبا تجين اقتراحات اللجنه توصل قرارات، تاخذ جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا على حسب رؤيتها، وبالتالي مو صحيح ان اي واحد يجي ويقول انا بدون. لا، يبقى القرار الماده الاولى اللي يتكلمون عنها. نعم. يعني انا ما ذاكر النص بالضبط، لكن حسب القرار اللي توصلنا انا، الغير محدد الجنسيه هو كله من لم يثبت ان لديه جنسيه دوله اخرى. وهذا موجود، لم يثبت. ما قلنا يروح يقول انا بدون. زين اذا انتم عندكم اثبات انه عنده جنسيه دوله اخرى، ما تنطبق عليه الماده. يعني ليش 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 يعني التهويل وذاعت اخبار كاذبه حول هذا الموضوع؟ مو صحيح. كله من لم يثبت انه لديه جنسيه دوله جنسية أخرى. يعني ايش معناتها؟ يعني معناته إذا عندكم إثبات إن عنده جنسية أخرى ما يعتبر غير محدد. بعد هذه مرضية ولا مو مرضية؟ مرضية للكل، هذه ما حد يزعل منها، لا إحنا نزعل ولا الطرف الثاني يزعل ولا أي طرف آخر. عندك إثبات قدم، ما يعتبر غير كويتي. لكن هم إيش كانوا يقولون؟ لا، يجي من تلقاء نفسه يقول أنا بدون، سجلوني غير محدد جنسية. ما يصير الكلام هذا، مو صحيح الكلام هذا. وبعدين يجي يقول لك والله بإمكانه يدخل القضاء وبإمكانه يدخل النيابة وبإمكانه يدخل ضباط. مو صحيح الكلام هذا، على كيفكم الكلام هذا تألفون. واستندوا على شنو أيضا؟ مو صحيح الكلام هذا، ما أدري من استندوا عليه. مو صحيح الكلام هذا في المسألة هذه كلها. معاملة الخليجي، يقول لك يعامل معاملة الخليجي. زين الخليجي يقدر يدخل ضباط؟ الخليجي يقدر يدخل قضاء؟ الخليجي ما يقدر يدخل في هذا. أما التعليم يقول لك التعليم بجميع المراحل، جوازي جواز أني أتعلم في جميع المراحل. يقول لك كويتي إلزاميته بس في الابتدائي. إلزاميتي أنا الكويتي في ابتدائي عشان أنا أدفع مصاريفه. مثلا أنت إذا ما توظف، إذا ابنك ما يدرس ابتدائي وما عندك ما يفيد أنه مخلص الابتدائية، ما يعطونك حتى مصاريف، يوقف حتى دعم العمالة عن العلاوة الاجتماعية للطفل ممكن. بالتالي إلزام عليك. لكن النص للثانيين أو المقيمين أو غير محدد جنسية يقول لك لا تحرمه، مو نقول لك درسه غصب. احنا ما نقعد نقول لك درسه غصب، احنا نقول لا تحرمه من حق التعليم حتى لما يوصل الجامعة. لذلك يجوز أن يصل التعليم إلى مراحل الجامعية. ما قلنا لا اجبره أن يدرس وأنتم مجبورين أنكم تدرسون، قلنا لك ما يجوز أنك تحرمه، فقط إذا كانت لديه رغبة وكان غير محدد الجنسية وكان ليست له جنسية دولة أخرى وانطبقت عليها الشروط وطلعنا على بطاقة من حقه يتعلم. بس مسألة ما يجوز مثلا التعليم إذا كان مثلا رب الأسرة وغير قادر على دفع التكاليف مثلا، وهذا الطالب قال يعني أبي أكمل، ما ممكن يتأذى رب الأسرة نفسه؟ لا، موضوع التعليم في المدارس الحكومية أو غير هذا موضوع ثاني. إحنا الآن هم حتى يحرمونهم حتى في التعليم الخاص، حتى بعض الناس يروح يدفع التعليم الخاص ما يمنعونه إنه يروح حتى التعليم الخاص. إحنا قاعد نقول متى ما ثبتت له الشروط هذه منطبقة عليه، خليه يدرس، خليه يتعلم، خليه ياخذ علاج، شنو مشكلة؟ ما دام انطبقت عليه شروط غير محددة وما عنده جنسية دولة أخرى ولبها الشروط هذه. وبعدين في الأخير احنا قايلين انه في الاقتراح انه وفق المعايير والشروط تصدر فيها لائحة من وزارة الداخلية. يعني بالأخير وين اللائحة تصدر من الداخلية؟ لذلك احنا نقول هذا القانون لا يلبي الطموح، لا يلبي الطموح، هو الحد الأدنى. بس أنا عندي اقتراحات، ملزم أني أنا يعني في توافق عليه نيابي. أنا ما أدري، في هجمة عليه، يعني في هجمة عليه غير يعني غير متفائل بإقرار أبو بدر، في غير طبيعية. فالحكومة ممكن، أنا أعتقد الحكومة ممكن ما يعني ترضخ للهجمة اللي قاعدة تصير الغير منطقية. ايضا موضوع المقيمين بصوره غير قانونيه في جوازات مزوره، المجلس كلفكم بتشكيل لجنه التحقيق، انت رئيس لهذه اللجنه، شنو اليه عملكم؟ وين وصلتوا؟ احنا لما قعدنا بالجلسه بالتحقيق باللجنه حقوق الانسان، وكان معنا وزير الداخليه وكان معنا رئيس الجهاز سيد صالح الفضاله، وكانوا اركان الجهازين والداخليه كلهم كانوا موجودين، وسولفنا عن تكلمنا عن موضوع البدون بشكل عام. لقينا في فئة اللي هي فئة الجوازات المزورة.
هذا اللي وضعهم ما تعدل اليوم، لا ردوا بدون او غير محدد الجنسيه وجوازاتهم مزوره. وبالتالي هني سلطنا الضوء فقلنا لا احنا نبي نبحث هذه المساله هذه، وطلبنا من المجلس يكلفنا ويحولنا الى لجنه تحقيق خاصه في هذه المساله، نبي نعرف شلون صارت المشكله ومن اللي رعى المشكله ومن اللي خلى الناس يروحون يطلعون جوازات مزوره، وزين يوم جابوا جوازات مزوره انتم سويتوا رديتوهم ولا ما رديتوهم، وليش ما رديتوهم، وكم عددهم، وشلون عايشين، وشلون ظروفهم، كل هالكلام هذا كله حطيناه في اقتراح، والمجلس بالاجماع 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 المجلس كلف لجنه حقوق الانسان بالتحقيق في هذا الامر، وانبثقت من لجنه حقوق الانسان لجنه فرعيه للتحقيق في هذا الامر برئاستي ومعي الاخ محمد هايف والمقرر الاخ تامر السويط في هذه اللجنه. جلسنا قبل يومين وراح نجلس ان شاء الله يوم الاثنين القادم استكمال هذا الامر. فيه جهات راح ناديهم، في مسؤولين راح ناديهم، في احنا يعني جلسنا الجلسه الاولى حطينا الاطار العام وحطينا الاليه وحطينا مكامن المشكله واسبابها، وكانت متوفره لدينا يعني مجموعه من المستندات اللي تثبت انه كانت هذا الامر الاوراق الدعوه للجوازات المزوره كانت تلصق في الجهات الحكوميه وكانت تنزل في اعلانات الصحف بعلم وزاره الاعلام وبعلم وزاره الداخليه وبرعايه منهم في هذا الامر. هذه كل المستندات موجوده لدينا الان، موجوده المستندات، المستندات موجوده لدينا الان بصورها كامله بتصريحات المسؤولين فيها، وتبين لدينا انه كان هناك في الداخليه لان كان يرأس الجهاز قبل الشيخ احمد النواف صرح وقال وقالوا اللي عنده جواز مزور تعال يجي يسلمه ونرده غير محدد. هذا تصريح من وزارة الداخلية كان موجود. اي وبعدين تم تشكيل اللجنة الثانية ب 2010 برئاسة الأخ صالح الفضالة، وقف هذا الأمر وردوهم غير محددين الجنسية. كل الأرضية هذه تقريبا 60% خلصناها بالاجتماع الأول، موجودة عندنا الفكرة في هذا الأمر، عندنا استدعاء المسؤولين في وزارة الداخلية، مسؤولين سابقين عايشوا هذه المسألة، مسؤولين حاليين انتقلوا إلى مراكز ثانية راح نستدعيهم لأنهم هم عايشوا المسألة في 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 زين، ومسؤولين حاليين في رأس عملهم الآن أيضا مستدعينهم يوم الأثنين القادم. إحنا نأمل أن إحنا نخلصه قبل دور النقاط، قبل دور لذلك النقاط. إحنا قبل نهاية دور النقاط إيه، لذلك إحنا راح نقعد يعني بالأسبوع يمكن مرتين على اساس ننجز هذا، اجتماعات مطوله اي على اساس ننجز هذا. السؤال ابو بدر، في ناس الى الان عندهم جوازات هذه المزوره؟ في ناس الى الان بس ما قاعد يستفيدون بنا. طيب الداخليه عندها علم بهذا؟ الداخليه المزور. عندها علم، كانوا عاملين لها مقامات، اقامات قبل كانوا عاملين لها مقامه على الجواز المزور. اي وانا يعني انت سأل نقول شلون تعمل لها اقامه الليبيري هو بالكويت، شلون تعمل لها اقامه؟ اي واحد تبي تعمل لها اقامه تجيب له فيزا، ما في شيء صح من نعم. برا نعم. زين هذا عامل له انت اقامه وهو داخل البلد ما راح ولا سافر ولا راح ولا شيء، ولا قدم لك طلب فيزا ولا قدم لك كفيل، معناته برعاية حكومية ما في كلام. الجوازات المزورة كانت برعاية حكومية. والآن ليش ما غير المستندات الموضوع. غير المستندات اللي ثبت لنا أيضا ثبت لنا من خلال تعامل الوزارة، من خلال تعامل الوزارة ثبت لنا أنهم كانوا يعلمون قبل لا تصير وأيدوهم في هذا الأمر، دفعوهم لهذا الاتجاه. الآن قص الحبل فيهم وهقهم خلهم، هم عددهم بحدود 4 إلى 5، احنا نحاول في صدد تجميعهم. احنا ما يعني 4-5 بس يعني 4000-5000 ايه 4000-5000 هذا العدد اللي عندهم اللي نسمع من 2010 من 2010 لا إيه؟ اللي الى الان يعني ما ندري هذا احنا نبي نحتاج الاحصائيه من ضمن ايضا آلياتنا حدا، نبي نعرف الاحصائيه نبي نعرف كذا، راح نخاطب معلومات المدنيه واللجنات المقيمين بصوره غير مشروعه ووزاره الداخليه والهجره والجوازات كلها راح الامور هذه احنا ماشيين بجديه وبسرعه ان شاء الله، عندنا الرغبه لاصدار تقرير متكامل بحيل الواحد لحد ينصف الجميع ان شاء الله. ابو بدر خلنا نرجع شوي ورا ما قبل عضويتك في مجلس الأمة، ما شاء الله يعني عضو مجلس الأمة ما أن يقدم على الانتخابات أو أن ينال عضوية مجلس الأمة يكون عنده كثير من الأفكار، المقترحات بقوانين، مقترحات برغبة، كثير من المشاريع يعني يفكر فيها لكي ينجزها في عضويته في مجلس الأمة. قدمت وشاركت بأكثر من 44 مقترح بقانون، منها قانون تنظيم مهنة المحاماة، تجنيس أبناء الكويتيات، الشرف والأمانة، المحكمة الإدارية وغيرها الكثير، القائمة تطول من المقترحات. شنو تم بخصوص هذه المقترحات
وحنا في دور انعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر. أي يعني شوف الاقتراحات كثيرة اللي قدمتها أنا وقدمها الزملاء، لكن المشكلة أن الاقتراحات ما توصل للبرلمان، لما توصل ما يصوت عليها. دورة مستندية. إيه لا وصل دور انعقاد وصل جدول أعمال، لكن إذا ما صوت عليها ماكو فائدة. ليش ما صوت عليها؟ الأولوية عند كثير من الناس، الموضوع اللي يهمني يمكن ما يهمك، والموضوع اللي يهمك يمكن ما يهم فلان، فتختلف بين النواب. بالتالي كان هناك المفروض ان احنا نتعالج معه، خلينا نحط لنا رؤية واضحة، هذه القوانين لازم تمشي. ما في لجنة أولويات؟ ما في لجنة أولويات، لكن احنا نتكلم لجنة أولويات بالانتخاب، وبالتالي ثلاثة انتخبهم، مش بالشرط مش بالضرورة تلبي رغبة الأغلبية، قصدي الباقين في هذا الأمر، وبالتالي في ناس عندهم رؤية ثانية. احنا قاعد نقول في امور متقاطعه لازم احنا نخلصها، مثل المحكمه الاداريه قدمتها في دور انعقاد الاول تم رفضها، مع انها تم الكل. يعني انا اقول لك اذا 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 انت ما تقدر تلجا، يعني شنو اخطر من انك تقول والله اذا لحق خليه يروح محكمه، تقول انت لا والله ما بيروح محكمه، يعني مبدا خطير. يا اخي جماعه اذا ما لحق خليه يروح محكمه، تقول لا ما بيروح محكمه وعندي اغلبيه، شنو الانطباع اللي ياخذ الناس برا؟ ليش ما تخليه يروح محكمة؟ بالأخير هذول قضاء ويحكمون باسم صاحب السمو، والقضاء هذول اللي هم عزلوا نواب، حطوا نواب، صحت عضوية نواب، يعني مشرعين، فليش ما تقبل إنه يكون تحت بصر القضاء؟ هذا معادلة أنا ماني فاهمها. ليش ما تقبل؟ أصلاً حجة ضعيفة لك خارجياً وداخلياً وإلى آخره، وحتى حنا بيننا وبينهم ما في حجة. هذا واحد. نعم. وقدمته مرة ثانية. قدمته مرة ثانية وبانتظار دوره يعني الآن، وحطيته بصورة ثانية، يعني نفس الفكرة بصورة ثانية، وقعت أطياف البرلمان. طيب شكلت. طيب حتى أنه يكون أكبر تشكيلة في توافق، يعني أنه يكون في توافق وموجود على جدول الأعمال. قدمنا التجنيس أبناء الكويتيات، دستوريا المرأة مثل الرجل، حقوق مثل الواجبات، وبالتالي إذا الرجل يقدر يجنس المرأة أيضا تقدر تجنس. ولم يسبق للقانون هذا الاقتراح أنه يمر في المجلس على مدى يمكن 40-50 سنة حسب ما قيل لي. مر في 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 دور الانعقاد الأول وخلص من اللجنة التشريعية، موجودة بانتظار دوره أيضا. بانتظار دوره. زين تجنيس أبناء الكويتيات. زين لا راح اللجنة الداخلية. نعم. زين بعد الاقتراحات اللي قدمناها تنظيم مهنة المحاماة. تنظيم مهنة المحاماة خلصناه وموجود على جدول أعمال المجلس. المحققين خلصناه وموجود على جدول أعمال المجلس. انصاف المحققين وكلها قضايا بسيطة مرضية، بس ما أدري ليش التوافق الحكومي عطلنا في أمور كثيرة. وصف لنا الحل بإيجاز أبو بدر، على أساس إحنا عندنا بعد شارفنا على انتهاء الوقت. ما أدري يعني الحل الآن، يعني أنا قابلت أيضا في برنامج أفضل لجان أكثر من نائب، وخصوصا النواب الشباب يعني يشتكون من هذا الأمر، عدم وصول المقترحات إلى الجلسة إلى مجلس الأمة، جدول الأعمال. ما الحل برأيك؟ الحل بيد النواب. الحل بيد النواب. شو يسوون؟ عندك أغلبية يا أخي. يا أخي ليش ما تمشون قانون للتجنيس أبناء الكويتيات؟ شنو خلي يقولون رايهم بالشارع، ما يقولون رايهم بالشارع، يرفض من تحت بس ما يقول رايه، ما يتجرأ يقول رايه بالشارع. طبعا ما اتكلم عن الكل، طبعا اتكلم عن الاغلبيه، في ناس عندهم راي يقول رايه بصريحه ما عندنا مشكله فيه، بس قول رايك انا ما ابي. انا كانت لي عندي الجرأة وقلت انا ابي اجنسهم، انت عندك اعتراض قول لا ما ابي اجنسهم، قول رايك. زين هذا مثال، يعني مش يعني كمثال على المثال هذا. المحكمه الاداريه ليش ما تتمشي؟ الحكومة عندها 15 صوت 16 صوت، ما هي أغلبية، بيدنا القرار 49-1 احنا وعندنا أغلبية، بالتالي احنا نقول الحكومة لا يا أخي بيدي لا بيد عمر، أنا خلص بيدي، بس هم ما يبغوا. في الأخير أصوات الحكومة 16 وإحنا عندنا 49 صوت. لو كانت هناك رغبة جادة من الأغلبية في تمرير القوانين المتفق فيها على الأقل، نجي كل جلسة نحط لنا 3-4 قوانين ونخلصها، ثلاث جلسة نحط لنا 3-4 قوانين ونقرها، بس ما في. تختلف الأجندة من نائب لنائب، وتختلف الرؤية من نائب لنائب، ويختلف الجو العام من قضية لقضية. لكن لذلك يعني المجلس يعني ضعيف تشريعيا، بالتالي إذا أنا كنت ضعيف تشريعيا شنو أسوي؟ وين أروح؟ تلقى الأداة الرقابة قوية جدا، أكثر من 15-16 استجواب
في ثلاث دور في ثلاث ادوار انعقاد. يعني ترى ان هذا المجلس رقابي بامتياز؟ بامتياز، وعندك ثلاث استجوابات الحين. يعني انا ما ادري الدور الانعقاد الحالي كم فيه، يمكن ثمانيه. أنا هل مجرد عارف تقديم الاستجوابات يعني يكون الرقابه؟ لا 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 لا، يعني نتكلم عن 17 18 استجواب في ثلاث دور انعقاد ولسه ما خلصنا. انا اعتقد انه يمكن ما نحصيها، خلينا نحاول نعدها ونشوفها. يعني اعتقد انه اقوى من اكثر المجالس اللي حصل فيه استجوابات. هذا ايش معناته؟ معناته ان الدور التشريعي ضعيف. تقر بهذا الدور التشريعي؟ أداة تطغي على أداة، اعرف ان فيه خلل. اذا فيه تشريعي كثير تجد الرقابة قليلة، لانك انت قاعد تشرع. والافضل برايك لازم يكون تشريعي. انا رؤيتي انا شعاري بالانتخابات نحتاج تشريع، ليست استجوابات وليست رقابة. جاي انا اشرع ومد ايدي، انا جاي اشرع، لكن اذا ما انا قادر اشرع شنو اقول لك كناخب؟ بيقول لي ليش ما شرعت؟ بقول لك والله ما قدرت، ما عندي اغلبيه. وهذا حديث الناس، انا ما عندي اغلبيه، طلعت قوانين، طلعت كل شيء، طلعت اقتراحات، بس ايش اسوي؟ ما عندي اغلبيه بالبرلمان امررها، بس خلاص دوري وقف. لا مو دوري وقف، ما عندي اغلبيه، اروح للرقابه، اروح للاستجوابات. يعني واقول يا ناخب انا ما عندي، طلع لي 32 وتعال حاسبني على التشريع. لكن مو تطلع لي 11 واحد تقول اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. لا، طلع لي 32 واحد، خلي يطلع لي قوانين، خلي يطلع لي تشريعات. ذيك الساعه اذا ما طلعت التشريعات وانت كناخب مطلع لي 32 لك حق تحاسبني، لكن تطلع لي 11 واحد 10 وتقول لي خلصني. النائب الحميد السبيعي يعني نقدر نقول غير راضي عن اداء هذا المجلس الرقابي التشريعي، بس المجلس بشكل عام، احنا المجلس حقق امور كثيره، يعني غير لم يحقق الطموح. خلينا نكون ادق تفصيلا، المجلس لم يحقق الطموح المتوقع، لكن حقق امور. يعني سلاح سحب الجناسي وقف، الوثيقه الاقتصاديه وقفت، الضرائب اللي كانوا سيف مسلط قبل المجلس الحالي، في امور كثيره وقفت. وبالنسبه للمستقبل متفائل؟ والله ما في وقت، احنا الحين في الوقت الضايع. خلاص احنا في الوقت الضايع الحين، يعني ممكن تنقلب اللعبه في اخر ثلاث دقائق، ممكن كل شيء يجوز، بس ترى احنا في الوقت الضايع يعني. طيب يعني ما في، برأيك هل في مزيد من الوقت لتعديل كفة الجانب التشريعي ولا خلاص؟ لا، في وقت، في وقت الضايع تقدر تسوي وتقلب المباراة وتقدم صورة زينة. الله يوفقك. بالتالي أنا أقول يعني إن شاء الله في مجال، صحيح إنه بوقت متأخر لكن في مجال. الله يوفقكم أبو بدر نائب الحميدي السبيعي مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا أصل معكم إلى ختام حلقة برنامج نبض الرجال لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم بمشيئة الله في حلقات جديدة. استودعكم وطبتم في أمان الله.